مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وبالطبع تابعنا مع حضراتكم مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي إذانا ببدء فترة رئاسية جديدة أمام مجلس النواب المصري الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة. أيضا تابعنا كلمة الرئيس السيسي اللي تضمنت أهم النقاط والمحاور اللي هتعمل عليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس خلال الفترة الرئاسية 2024 وحتى 2030. بيشرفنا في البداية في هذه تغطية وقراءة لأهم رسائل كلمة الرئيس قبل أن نستعرضها ويعني نتناقش فيها مع حضراتكم. خلوني في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد ناجي أمحى، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير السياسة الدولية. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ دينا. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. بطبع حضرتك أكيد تابعت معنا كلمة الرئيس السيسي ومراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي أمام مجلس النواب المصري. خليني قبل ما نتكلم عن أهم النقاط اللي جاءت في حديثه وفي حديث أيضا رئيس البرلمان المصري، خلينا نتكلم عن مشهد العاصمة الإدارية الجديدة ومشهد البرلمان المصري. حضرتك تابعته إزاي؟ وهو طبعا يعني بتعتبر هي أيقونة الجمهورية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع كما تفضلتي، القسم قسم عظيم، والقسم بحماية وطن، القسم بحماية حدود هذا الوطن، القسم برعاية مصالح الشعب، القسم بالحفاظ على الدستور. المشهد اللي احنا شفناه ده بيلخص هذا القسم. سيادة الرئيس تكلم عن العلم وان احنا بنسابق الزمن من اجل ان نصل بالشعب المصري إلى آفاق أكبر في التنمية في العمران. العاصمة الإدارية تكرس ذلك. العاصمة الإدارية تشهد لأول مرة خروج القسم من قلب القاهرة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. بتتكلمي على حوالي 1200 سنة تقريبا بنخرج فيهم لأول مرة إلى مش رمز الجمهورية الجديدة ولكن الأمل، الأمل في بكرة. ده الأمل اللي احنا كنا بنشتغل عليه والمؤمنين بالتجربة المصرية بيشتغلوا عليه طول الفترة اللي فاتت. كنا دايما بنبص الأمل في نفوس المصريين أن الدولة المصرية تمضي في طريقها وأنها لن تتوقف. العاصمة الإدارية بتمثل تجسيد لهذا الحلم، لأن احنا دولة كبيرة ولا يليق بينا أن احنا نكون أقل من أي دولة في العالم. لا يليق بينا أن تكون مؤسساتنا أقل تكنولوجيا وحتى في المبنى الإداري وفي الإمكانيات البشرية وفي الإمكانيات التقنية والتكنولوجية اللي بيتم التعامل فيها من داخل هذه المباني عن أي دولة في العالم. النهاردة احنا بنشوف تجسيد للجمهورية الجديدة فعلا. هذا المشهد يليق بمصر ويليق بالرجل الذي أنقذ هذا الوطن وحافظ على هذا الشعب طول الفترة اللي فاتت. طيب حابة أتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن مفهوم الجمهورية الجديدة، لكن قبل ده خلونا نروح مرة تانية بما حضرتك بدأت كلامك بالقسم، خلونا نتابع مرة تانية أداء قسم اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقر البرلمان المصري الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بعده نستكمل هذا الحوار الهام مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. واحنا بنعيد القسم مره تانية مع حضراتكم، يعني حضرتك شفت شكل البرلمان المصري، طبعا هو رمز يعني العراقه البرلمانيه المصريه. حضرتك شايف ازاي البرلمان الجديد المصري في العاصمه الاداريه الجديده واللي هيبدا اليوم يعني عمله داخل مقر العاصمه الاداريه الجديده؟ العالم يتقدم والتكنولوجيا حاكمه، ويمكن احنا كنا بنشوف اليات التصويت وبنطالب ان احنا نكون زي العالم المتقدم وعندنا اليات الكترونيه للتصويت وعندنا احصائيات تطلع بسرعه وعندنا نماذج لاداره الجلسات مختلفه وعندنا المشهد نفسه مختلف. لما حضرتك بتبصي للمشهد القاع ونتامل القطاعات التي تم تمكينها سواء المراه والشباب
مؤكد ان احنا عندنا قطاع كبير هو الركيزه لهذا المجتمع، الخبره المتواجده، لكن تمكين الشباب والمراه طول الفتره اللي فاتت هو ده تجسيد للجمهوريه الجديده. حضرتك كنت بتقولي لي ايه معنى الجمهوريه الجديده؟ المعنى مش في المباني بس، انما المعنى في البشر اللي قادرين يديروا هذه المنظومه، اللي قادرين ينطلقوا بهذه الدوله، اللي قادرين يقدموا الابداع اللازم لكي تتمكن هذه الدوله من صياغه هذا المشهد. هذا المشهد مشهد لا يقل في جمال إخراجه للعين عن مشهد الدول الأعرق على مستوى العالم في برلماناتها. مش بنقول إن البرلمان المصري قديم أقل، لا، ليه دلالة وليه قيمة تاريخية في وجدان المصريين. هو ده التاريخ اللي احنا بنرتكز عليه، احنا دايما بنرتكز على تاريخ عشان نبني للمستقبل، دايما بنحط في اعتبارنا تاريخنا علشان نقدر نطور. المشهد ده هو نفس مشهد القاعة القديمة، بس مع التطوير اللازم اللي لازم يحصل في آليات التصويت، في إتاحة الفرصة والتوسعات المستقبلية في عدد أعضاء مجلس النواب. أنت بتتكلمي على 1000 عضو يقدر يستوعب 1000 يكونوا عضو متواجدين، بتتكلمي على إن 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 إحنا بتنا في لحظة نضاهي بها الأمم، أن نحن لا نقل عنهم لا في التكنولوجيا لا في العمران. الحمد لله إحنا على مؤشرات التنمية المستدامة، إحنا من أكثر الدول اللي محققة نجاحات في 17 مؤشر للتنمية المستدامة، وده مكون الجمهورية الجديدة. مكون الجمهورية الجديدة هو الإنسان، والإنسان يمكن فخامة الرئيس في البنود اللي تعرض له أو اتكلم فيها، اتكلمنا عن التعليم، اتكلمنا عن الصحة، اتكلمنا عن كل ما تم إنجازه على الأرض، الشباب، الرياضة، المرأة. الأهم هو الضمان الاجتماعي، لأن احنا لازم نتفهم الكلمة المهمة اللي سيادة الرئيس دايما بيقولها، أن هذا الشعب شعب عظيم. هذا الشعب شعب عظيم لأنه تحمل ما لم يتحمله بشر طول ال10 سنين اللي فاتوا. عندنا تجارب تنموية كبيرة حصلت في ألمانيا وفي اليابان وفي العديد من الدول عقب الأزمات الكبيرة اللي مرت بها. إنما الشعب المصري يضاهي ويفاخر نفسه ويفاخر العالم أنه ابن هذه التجربة، وأنه صانع هذه التجربة، لأنه لولا تواجده ولولا إصراره على التواجد ولولا مشاركته الفعالة في حماية هذه التجربة، إحنا ما كناش وصلنا لهذه اللحظة العظيمة. هذا الشعب كان لابد في ظل الظروف الصعبة اللي كلنا مرينا بيها في البداية، وبعدين مع بدء الانتقال وان احنا هنحصد ما تم انجازه على مدار 4 5 سنين من 2014 ل 2019، 2020 احنا كنا محققين معدلات اقتصادية ومعدلات تنموية عالية جدا مقارنة بأي دولة في العالم. ابتدت الأزمات الكبيرة في العالم اللي احنا ملناش دخل بيها، انما احنا لو ان حكم ان العالم اصبح قرية كونية صغيرة بفرضية العولمة او بنظرية العولمة المصاغة، الاشتباكات دي بتفرض قيود على هذه التجربة. وهذا الشعب اصر على تحمل واصر على استكمال قال كده الحقيقة في كلمته، قال يعني كم التحديات اللي بيواجه والحروب اللي بتواجه الدولة المصرية أول مرة تجتمع في تاريخ مصر الحديث إنه يكون عندها هذا الكم من التحديات العالمية والإقليمية والحروب في آن واحد. حضرتك شايف ده إزاي؟ طبعا بما إن حضرتك طبعا رئيس تحرير السياسة الدولية، كم التحديات اللي بتحيط بالدولة المصرية على كافة الأصعدة، سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، اجتماعيا أيضا، كل التحديات وكل النقاط اللي مصر مستهدفة فيها من الخارج، وبنشوف ده على مدار سنين من بداية الإرهاب في السنوات الماضية، وحتى استهداف آخر ثقافي واجتماعي والعديد من التحديات. إزاي مصر قدرت إن هي في ظل كل هذه الحروب إن هي توصل لهذا الحجم من التنمية اللي احنا وصلنا؟ لأن لديك قائد وضع من البداية مع فريق عمله استراتيجية تضمن لهذا الوطن امتلاك كافة القدرات التي تتعلق بقوة الدولة الشاملة. كان في إدراك كامل أن هذا الوطن لديه إشكاليات في قطاعات بعينها، لديه إشكاليات مع الشباب، لديه إشكاليات مع المرأة، لديه إشكاليات في إعلامه في بداية هذه المرحلة،
ومن ثم انت كنت محتاجة تسيطري على ادواتك اللي هي بتشكل القاعدة الأساسية للقوة الشاملة للدولة مع تعزيز قدراتك العسكرية. بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وتابعنا يعني المراسم التي تلت أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني أمام رئيس الجمهورية، وكمان زار الرئيس النصب التذكاري وقام بوضع إكليل من الزهور، ثم توجه لتوقيع سجل الشرف، وفي النهاية توجه إلى ساحة الشعب التي تقع بها أكبر سارية علم في مصر وربما في العالم بطول 207 متر. خلوني نتكلم عن المشهد بشكل أكثر تفصيلا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ أحمد ناجي أمحى، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير السياسة الدولية. برحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا بحضرتك. ليك حضرتك تعقيب على المشهد. المصري يستلهم من التاريخ لكي يصنع المستقبل ويستطيع أن يجابه تحديات الحاضر. المشهد اللي احنا شفناه النهاردة ده يدعو للفخر الوطني، وهذا الشعور بالفخر الوطني لا يشعر به إلا كل مواطن مصري أصيل. ولما تتكلمي على مواطن مصري أصيل، لأن هذا المشهد موجع لكل من لا يتمتع بمصريته الكاملة، لكل من تخلى عن عباءة المصرية لمصلحة تنظيم أو لمصلحة فرد. مشكلة كبيرة جدا، بس النهاردة المشهد ده يوجعهم، وهذا أمر يجسد انتصار الدولة المصرية. هذا المشهد المتكامل يجسد انتصار الدولة المصرية. النصب التذكاري واستحضار التصميم المعابد الجنائزية لقدماء المصريين يليق بشهداء مصر ويليق بعظمة ما قدموه من أجل هذا الوطن. ساحة الشعب، و من المقرر او من المتصور في ان تشهد الاحتفالات والمهرجانات الكبيره للدوله المصريه، استعراضات عسكريه، عروض عسكريه، ما شابه. ده امر برضو مصر كانت تفتقده الى حد كبير بعد ان ضاقت واختنقت القاهره القديمه، وكان صعب جدا انك تعملي اي نوع من انواع هذه المهرجانات او الاحتفالات الا في مكان جديد مخطط. دي اهميه العاصمه الاداريه الجديده، منفذ وشريان حياه للمصريين مستلهمين في حضارتهم، وضعين في خبراتهم، وطامحين في المستقبل بحلم كبير جدا ان شاء الله هنحققه. عودة سريعة بس، علشان انا عارف ان حضرتك لازم ندخل على حاجات تانية. احنا تخطينا ازاي التحديات اللي هنتكلم عنها؟ تخطيناها بفضل استراتيجية وضعها قائد لديه رؤية من اجل استنهاض المكونات الكامنة في عناصر القوة الشاملة للدولة المصرية، بهدف أن تستطيع هذه الدولة أن تمتلك مقدراتها وتستطيع أن تجابه تحدياتها الداخلية والخارجية. وده مدخل التصور طبيعي للي جاي. قبل ما نتكلم عن تفاصيل التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، خلينا استأذن حضرتك وحضراتكم نذهب لمتابعة خطاب السيد الرئيس اليوم منذ قليل أمام مقر البرلمان أو أمام نواب البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أداء اليمين الدستورية لرئاسة البلاد لفترة رئاسية جديدة لست سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. السيد رئيس مجلس النواب، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود. لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام، خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة. السيدات والسادة، دعوني ونحن في ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر
أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعرق التاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخاً من الجبال، وأمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا. شعب مصر العظيم، منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول فوق أي اعتبار، وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها، مؤكداً لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها. ولعل السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشاً بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث، وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها لولا عراقة شعبنا العظيم وما بذله من جهود خارقة عبر السنوات الماضية لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها، بما يمكننا من اجتياز أي صعوبات بمشيئة الله. أبناء مصر الكرام، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضارياً وعلمياً وتكنولوجياً وعمرانياً وسياسياً واقتصادياً يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن، فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر، وهو التحدي الذي يفوز به دائماً المعدن المصري النادر الذي تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة. وفي هذا السياق، واستجابة لقيام الشعب بتكليفي بمواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم، فإنني أضع أمامكم أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. أولاً، وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية، أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية. ثانياً، على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني
خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب. ثالثاً، تبني استراتيجيات تعزز من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي. رابعاً، تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس. خامساً، تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل. سادساً، دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، بما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة. سابعاً، الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطوراً كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد، وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق في الحلم، ولشعبها الحق في الحياة الكريمة، ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم. وأنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصاً في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن، متسلحاً بعزيمتكم وبأصلكم الطيب، ومحافظاً على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز، وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً والحقني بالصالحين. شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنستعرض ونحلل أهم الرسائل اللي جاءت في خطاب السيد الرئيس اليوم في أمام مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الأستاذ أحمد ناجي قمحة. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بينا. أول ما بدأ بيه الرئيس السيسي حديثه هو مفهوم تجديد الثقة واستكمال مسيرة التنمية، وقال إحنا عدينا شوط كبير مع بعض في فترة زمنية قصيرة. تعليق حضرتك. أكيد سيادة الرئيس جاء بناء على تكليف شعبي، الشعب هو الذي كلف الرئيس في 2014، وهو الذي طالب الرئيس بأن يتولى الرئاسة. الشعب يجدد التكليف لسيادة الرئيس بحكم ما تم على الأرض من إنجازات. خلي بال حضرتك، معركة الوعي كبيرة جدا، وهم بيشتغلوا على تغييب وعي المواطن عن إدراك الحقائق، لكن المكاشفة والمصارحة الدقيقة اللي سيادة الرئيس بينتهجها في كل اللقاءات وافتتاحات المشروعات القومية واللقاءات الفكرية المختلفة، خاصة اللي بتنظمها الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، الندوات الثقافية ومنتدى شباب العالم وما يذكره الرئيس من مصارحة لكل شباب العالم، كل ده بيضع الأمور في نصابها وبيخلي المواطن أكثر وعيا وأكثر تحصينا، إضافة إلى استعادة مصر للزراعة الإعلامي اللي قدر إنه يصحح هذه المسيرة. في تكليف جديد وفي إدراك جديد من كافة القطاعات بحتمية استكمال المسيرة، لأنه لا يمكن التوقف ما تم تحقيقه طول الفترة اللي فاتت، لا يمكن التوقف. وهو كنا بنسميه في لحظة من اللحظات كده الظهير الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كنا بنسميه سيادة الرئيس المخلص، وهو بالفعل من خلص مصر من أزمة كبيرة جدا، وهو يعبر بها عبور جديد. النهاردة بنجني أول ثماره، وده أمر مش هين على دولة زي الدولة المصرية كانت حواليها تحديات كتيرة جدا هنتكلم فيها. دحين هنسمع كلمة الرئيس فيما يتعلق باستمرار مسيرة التنمية والبناء. السيدات والسادة، دعوني ونحن في ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم على العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعرق التاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخاً من الجبال، وأمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا. النهارده كمان السيد الرئيس تحدث عن الأمن والاستقرار في محيطنا الإقليمي اللي وصفه بالمضطرب. تعالوا نسمع كلمة السيد الرئيس في هذه النقطة. شعب مصر العظيم، منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول فوق أي اعتبار، وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها، مؤكدا لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها. أستاذ أحمد، من أول الملفات اللي تطرق عليها السيد الرئيس في خطابه هو الأمن والاستقرار في مصر نتيجة لتحدياتنا أو وضعنا الإقليمي. طبعا يعني مكانة الدولة المصرية وموقعها على مدار التاريخ بيفرضوا عليها هذه التحديات، بتزداد هذه التحديات مع تشابكات التفاعلات الإقليمية والدولية
ومع تجدد مصادر الطاقة الجديدة، أنت بتتكلمي على غاز في إقليم وصراعات حول الغاز بتتحرك ليها أساطيل وجيوش. الداخل كان مهم جدا علشان تقدر مصر تواجه محيطها الإقليمي والخارجي المشتعل ده. كان لابد من الحفاظ على استقرار الأمن في الداخل. القبضة الأمنية فعلت بقوة لحماية هذا الوطن، خاصة مع انطلاق العملية الشاملة سيناء 2018 واستعادة الشرطة المصرية لقدراتها وإمكانياتها والقدرة على التصدي في كافة المهام اللي أوكلت لها. القوات المسلحة المصرية كانت جزء من مكونات القوة الشاملة للدولة، ده مكون رئيسي في مكونات طبعا. القوة الشاملة للدولة، ومن ثم كان مهم جدا ان يتم تحديث هذا العنصر في المكونات دي، لان هو ده الاداه الرئيسيه لمجابهه التهديدات، اداه ردع مهمه جدا. والتحديث لم يكن في التسليح، لم يكن في المركبات والطائرات والسفن وحاملات الطائرات، لا، التحديث كمان كان في العنصر البشري والاصرار على انه يكون مسير للعلم. العلم اللي سيادة الرئيس بيتكلم عليه دايما، والعمل الجاد اللي سيادة الرئيس بيتكلم عليه دايما. خلينا نفتكر مع بعض، يمكن انا فاكر اول جملة في الحملة بتاعت 2014، بالعمل نحيا بالعمل نتقدم. واول العهد انا بعتبر ان دايما بيتعمل نوع من انواع العقد الاجتماعي بين رأس السلطة وبين المواطنين. العقد كان على ان هذا الشعب ان يحلم ويعمل من اجل تحقيق حلمه، وان سيادة الرئيس تعهد انه لن يتوانى جهدا. اقول لحضرتك حاجة صغيرة جدا، احنا شفنا سيادة الرئيس امبارح في زيارة خاطفة للمملكة الاردنية الهاشمية ليلة التنصيب، والنهاردة الصبح بنشوف سيادة الرئيس يؤدي اليمين ويقسم بحماية تراب هذا الوطن. الامر متشابك، مصر في مكانة بتفرض عليها ان هي تحافظ على امنها واستقرارها الداخلي وتماسك ولحمه شعبها. سياده الرئيس اتكلم عن الاليه المصارحه والمكاشفه اللي فعلت بدور اعلامي مهم كبير جدا عبر الاستراتيجيه اللي بينفذها على الارض الرجال المخلصين لسياده الرئيس. انك تقدري تنهضي بوعي المواطن ده حاجه مش سهله. ومن ثم انت في لحظه من اللحظات النهارده قدرتي تشكلي حائط صد قوي امام اي نوع من انواع الادعاءات والضيف ومحاوله تشويه وعي المواطن. هو بيتصور ان هو قادر على التثوير وقادر على اثاره الشعب والى اخره. المعركه دي مستمره معاه من 2014 لغايه النهارده، ولكنها لم تتحقق لانك ابتديتي تملكي ادواتك. ده من ضمن التحديات الكبيره اللي تطرق ليها السيد الرئيس، وقال في كلمته النهارده انه الدوله بالفعل قدرت تواجه العديد من التحديات الكبيره في الفتره الاخيره. خلونا نسمع الجزء ده من كلمه الرئيس حول التحديات ونرجع تاني. ولعل السنوات القليله الماضيه اثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابي بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث، وهي التحديات التي لم يكن لنا أن نصمد في وجهها لولا عراقة شعبنا العظيم وما بذله من جهود خارقة عبر السنوات الماضية لإعادة بناء بلادنا وتقوية بنيانها، بما يمكننا من اجتياز أي صعوبات بمشيئة الله. هرجع من كلمة الرئيس لسؤال طرحته على حضرتك في بداية لقائنا، وهو أنه الرئيس تحدث عن أنه التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية لم يسبق للدولة المصرية أن تواجه تحديات مجتمعة وبهذه الحدة في نفس التوقيت. قراءة حضرتك لإزاي مصر قدرت أن هي تجتاز هذه التحديات وفي نفس الوقت نعمل تنمية؟ انت كنت عملتي الاساس القوي لما حضرتك بتعملي استراتيجيه على هذا النحو لدوله بحجم الدوله المصريه عشان تقدر تخرج من
الأزمة الكبيرة اللي عدت بيها من 2011 حتى 2014، لحظة تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في الولاية الأولى. خلينا هنا نقول إن كانت فترة صعبة جدا على مصر، لا اقتصاد، لا صناعة، لا علاقات خارجية. الدولة المصرية في أسوأ حالتها، محملة بتبعات ممارسات مجتمعية معتادة. انفجرت كل هذه الأزمات مع ما تلا أحداث يناير 2011 في وجه كل المجتمع المصري. كنا في لحظة صعبة جدا، كان عندك أزمة داخلية، عندك أزمة اقتصادية كبيرة، عندك تحديات تتعلق بمكافحة، عفوا، بمجابهة التطرف ومكافحة الإرهاب. وصلتي للحظة إنك أنت مضطرة تاخدي قرارات جذرية. سيادة الرئيس غامر وخاطر، وكان مدرك لده، وهو قال أكتر من مرة ده، إن هو غامر وخد قرارات اقتصادية شديدة الصعوبة بهدف إصلاح المكون الاقتصادي في عملية التنمية، لأنه المكون الرئيسي هو الاقتصاد المصري. وبشكل سريع بقى وجذري. بالظبط، وقدرنا نمضي في هذا الطريق، وابتدينا نعمل في نفس الوقت من 2016 ابتدينا نعمل في المجال الإعلامي نوع من أنواع السيطرة والاستقرار في مكون الوعي للمجتمع المصري، إعادة تأسيسه مرة تانية، إعادة بنائه مرة تانية على أسس صحيحة. ابتدوا المصريين يتلاقوا، ابتدوا المصريين يمشوا، انما فضل تهديد الارهاب قوي جدا لغايه ما ابتدينا نواجهه بقوه عقب العمليه الشامله سيناء 2018. وصلنا للحظه 2020 دوله فتيه، دوله قويه متماسكه، عندها اهتمام بقطاعات لم تكن تهتم بها قبل ذلك. مش بتهتم، مش معنى ان احنا بنقول ما بتهتمش بيها قبل ذلك انها ما كانش في موجود اهتمام، انما كان اهتمام شكلي. لكن انت ابتديتي تروحي تعملي لهم منتديات شباب، ابتديتي تعملي الاكاديميه الوطنيه للتدريب وتاهيل الشباب، ابتديتي تهتمي بمكون المراه وتفعلي من دور المجلس القومي للمراه، وابتديتي تخصصتي عام للمراه وعام للطفل، وخصصتي عام للشباب، وخصصتي عام لذوي الهمم. ذوي الهمم اهتمتي بقطاعات ومكونات في الدولة المصرية بتقول ان الدولة المصرية ناهضة بقطاعاتها المختلفة وملتفة خلف هذه القيادة السياسية. لتفاجئي في 2020 بأزمة العالم كله لم يخرج من تداعياتها حتى هذه اللحظة، ومحدش بيحاول يقول للناس الحقيقة، بيقولوا للناس لا ده لا ازاي يعني حاجة وعدت، ده اقتصاديات العالم كلها حتى هذه اللحظة ما زالت متأثرة بما حصل من جائحة كورونا وتداعياتها. وانت بتفوقي من صدمه كورونا اللي قدرتيها بحكمه كدوله، يعني الدوله حقيقة. المصريه قدرتها بحكمه ولم تستجب لدجابات يعني طلبات الاغلاق القيمي اللي كانت مطلوبه في هذا التوقيت، والا كان الوضع الاقتصادي في مصر لحظه الخروج من ازمه كورونا. ثلاثه ازمات عالميه ايضا كبيره كازمه كان روسيا واوكرانيا، كان هيبقى ازمه كبيره جدا. خرجت من ازمه كورونا وانت مستفه ورقك، قادره تحافظي على نوع من انواع الاستقرار، قادره تحافظي على المعدل النمو الاقتصادي، تفاجئي بالأزمة الروسية الأوكرانية واندلاع هذه الأزمة وتداعياتها. تخرجي من ده وانت بتواجهي أعباء ده وده وأزمات المتبعة لده، نتيجة توقف إمدادات سلاسل الإمداد والتوريد، وتوقف يعني مصانع كبيرة، وتوقف استيراد، وتوقف حبوب غذائية كنت بتعتمدي عليها، ومنتجات صناعية ومنتجات غذائية كنت بتحتاجيها. تخرجي من كل ده تخشي في أزمة إقليمية هي الأخطر، مش على مستقبل القضية الفلسطينية فقط، ولكن على الوطن العربي ومستقبل الوطن العربي. انت واقف على رجليك لغاية النهاردة، وكل يوم بيزداد يقين العالم بأن هذه الدولة تملك من أدوات السياسة الخارجية الرشيدة والعقلانية اللي بتمكنها من إدارة هذه الملفات وفقا لمبدأ حسن الجوار، وفقا لمبدأ التوازن في إدارة العلاقات الخارجية، وفقا للعديد من المبادئ وأكثرها أهمية. أن الدولة المصرية تعلم متى تضع الخطوط الحمراء، وهو مبدأ من المبادئ المهمة اللي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية الأمن القومي. كلام حضرتك عن السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية المصرية في الآونة الأخيرة، السيد الرئيس أيضا كان ليه كلمة مهمة جدا خلال خطابه اليوم حول العلاقات الخارجية المصرية، خلونا نسمعها مع حضراتكم. وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية، أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
العلاقات المصريه بقى الخارجيه حضرتك لسه بتتكلم عنها، وبتتكلم انه الرئيس يعني عشيه تنصيبه كان في المملكة الاردن. الأردنية الهاشمية. طبعا دي من ضمن الاهتمام مصر يعني جوارها واقليمها وازماتها في المنطقه، كمان عمقها الافريقي اللي كان ممكن نقول ان هو منسي من سنين او مكان ضعف العمق الافريقي المصري. قراءة حضرتك للعلاقات الخارجية والسياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة. طيب انت خارجه من فتره اللي احنا كنا بنتكلم عليها، انا يعني فتره لا اتمنى ان هي ان احنا نستفيد من دروسها كويس جدا، لان هي فتره اضرت بالدوله المصريه على كافه الاصعده وخاصه على صعيد ملفات سياستها الخارجيه. ورغم من ده فضلت القضيه الفلسطينيه تعمل عليها الاجهزه والمؤسسات المعنيه في الدولة المصرية، أجهزة الأمن والمعلومات المصرية المعنية في الدولة المصرية بإدارتها ده الملف، لأنها تدرك جيدا أن أحد أهداف ما حدث في المنطقة العربية في 2011 هو في صلبه تدمير هذه القضية. طيب إحنا خرجنا وإحنا منعزلين عن العالم، مهددين بالاستبعاد من الاتحاد الأفريقي، العالم لا يتعرف على نوايا الدولة الجديدة. أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة نوفمبر 2014 كان خطاب فارق جدا في رسم شكل الدولة المصرية القادمة وكيفية إدارة علاقاتها، واللي حدد من خلاله المبادئ الواضحة اللي الدولة المصرية هتشتغل عليها: حسن الجوار، عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، الحفاظ على الدولة الوطنية، الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيوش الوطنية، العمل على تحقيق أكبر قدر من التنمية استجابة لمؤشرات التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. مجموعة من المبادئ اللي خطها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وختمها في هذه اللحظة ب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وهو الهتاف الذي ردده خلفه معظم من في القاعة وصفقه له كثيرا، مستوعبين أن هناك قيادة جديدة جاءت برؤية مختلفة حول اختبار مصداقيتها في أكثر من أزمة، سواء أزمة تخص علاقة مصر بدولة أخرى زي الأزمة المصرية الإثيوبية، حول اختبارها في قدرة مصر على الحفاظ على أمنها القومي عبر تدخلات في مناطق صراعية في محيط مصر واتجاهات الحيوية للأمن القومي المصري الاستراتيجية في الاتجاهات المختلفة. لكن ثبت أن الدولة المصرية ما زالت متمسكة بمبدأ حسن الجوار، ما زالت متمسكة بمبدأ الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. ولما بتشوف الصراعات في جنوب مصر في السودان، تشوف الصراعات في غرب مصر في ليبيا، انت بتشوف الدولة المصرية لا تتدخل مع فصيل ضد فصيل آخر، ولكنها حريصة على الالتزام بالتوازن وإدارة العلاقات مع هذه الأطراف. على مستوى العالم، العالم في أزمة كبيرة جدا، العالم في مرحلة مخاضة نتيجة أن العالم دخل في حرب باردة جديدة. في تصوري الشخصي البسيط، العالم دخل في حرب باردة جديدة ودول العالم كلها غير منتبهة أن هم في مرحلة التفاعل لإنتاج نظام عالمي جديد، والصراع على أشده، صراع اقتصادي أمريكي روسي صيني أوروبي، ترجم في صراعات عسكرية على الأرض شايفين ملامحها في الحرب الروسية الأوكرانية، احتمالات اشتعالها وتمددها قائمة. يمكن أنا من الأول قلت إن هي مش هتخلص قريب، كان في بعض المحللين قالوا ان هي هيتم مش هتخلص قريب، لان انا شايفها هي صراع ايرادات بين الشرق والغرب ومعاهم الجنوب الصاعد. الجنوب الصاعد اللي هو كنا بنسميه زمان حركه عدم الانحياز، اللي كان بيحاول يعبر عن نفسه ان هو مش منحاز لا للشرق ولا للغرب، لا النهارده الجنوب الصاعد ده مش عايز ينحاز لده ولا لده، لا الجنوب الصاعد بقى عنده تجربته، خاصه الدول زي الدولة المصرية، زي برازيل، زي جنوب أفريقيا. لا انت دول ابتدت تكون طامحة ان هي تكون نمر في هذه المعارك التي تدور حول العالم، ومن ثم انت بتبحثي عن موضع قدم. العالم يحترم وضعك كثيرا ويحترم رؤيتك في التعامل مع الصراعات سواء الإقليمية المحيطة بك او الصراعات الدولية، وانك لم تتخلي يعني رغم العلاقة الاستراتيجية اللي تصل لدرجة الشراكة الاستراتيجية مع الدولة الروسية، انما مصر مواقفها بين وواضح وعلى مسافة واحدة من كافة أطراف الصراعات المندلعة حولها. نعم، ومع ذلك نسعى في يعني محاولة الثبات على معدلات التنمية في مصر. كان من ضمن كمان النقاط اللي تطرق ليها الرئيس في الخطة القادمة لإدارة البلاد، تطرق لنقطة تعظيم موارد الدولة والإصلاح الاقتصادي. خلونا نروح نسمعها مع حضراتكم ونرجع نناقش فيها الأستاذ أحمد تاني. تبني استراتيجيات تعزم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي. أستاذ أحمد، رؤية حضرتك في الخطة التنموية القادمة للدولة المصرية لتعظيم موارد الدولة المصرية كمان والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال يعني متابعتك لما أنجز وما سنبني عليه؟ الدولة المصرية خدت خطوات، أنا زي ما قلت لحضرتك في استراتيجية فيها رؤية، وهذه الرؤية تطبق وقدرة على التفاعل مع التحديات اللي بتمر بيها، وقدرة على فيها مرونة، فيها مرونة، وفي زي ما الدستور قال الرئيس يدير مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة المصرية. مع اختلاف التحديات الدولة كانت قادرة على التفاعل بهذه المرونة. المتوقع أن تستمر الدولة في التفاعل على نفس القدر من المرونة في المرحلة القادمة. يمكن احنا مرينا بلحظة اختبار اقتصادي صعب جدا على الدولة المصرية، ولكن الثقة في مؤسسات الدولة والثقة في رأس الدولة والثقة في قادة الدولة خلتنا في لحظة من اللحظات نتحرك في مسارات مفاجئة وتكتيكات مختلفة على الأرض، مكنت الدولة المصرية أن تخرج كثيرا من الأزمة الكبيرة اللي كانت بتمر بها، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف. الأهم من ده ومن ده أن في مكونات رئيسية فخامة الرئيس تحدث عنها، تحدث عن اقتصاد مستدام ومتوازن. مستدام بمعنى أنك أنت لازم تراعي في البعد البيئي، متوازن بمعنى انك انت مش بين قطاعات الاقتصاد بس، انك هتهتمي ان اوجه الاستثمارات تروح لقطاعات بعينها، لان سياده الرئيس تحدث عن قطاعات بعينها وغيرها، تحدث عن الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسياحه. انما في قطاعات تانيه الدوله المصريه مهتمه بيها، ليه؟ علشان يحدث نوع من انواع التوازن، مش بس في حجم الاستثمار ولكن ايضا في عوائد هذا الاستثمار، لان هو ده جوهر تحقيق التنميه الشامله. جوهر تحقيق التنميه الشامله انك انت تسرعي من خطوات معدلات النمو الاقتصادي بهدف انك انت يكون ليه مردوداته المباشره على المواطن بصوره مباشره. من ضمن الحاجات كمان كان ليها يعني تاثير مباشر على الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه في الداخل المصري هو الحوار الوطني، وده اللي تطرق ليه السيد الرئيس خلال كلمته اليوم امام البرلمان المصري بالعاصمه الاداريه الجديده. خلونا نسمع الرئيس قال ايه عن الحوار الوطني واهميه الحوار الوطني ومخرجاته، ونرجع نناقشها تاني مع استاذ احمد. على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب. تعليق حضرتك سريعا عن أهمية الحوار الوطني وضاف إيه لمصر حكومة وشعب؟ هو مخرج للتفكير قطاعات مهمة في الدولة المصرية أخذته سبيلا من أجل خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المختلفة. لم يعد يليق بالدولة المصرية بعد أن حققت هذا القدر من الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي أن هي تحدث هذه الانفراجة في المجال السياسي. بالطبع الدولة المصرية كانت تحتاج إلى هذه الانفراجة، وهذا الأمر ينبغي أن يقدر، ولازم أن احنا كمصريين، مش هنقول بقى داعمين ومعارضين، إنما كمصريين ندرك أن احنا في لحظة تاريخية ومفصلية. فكرة المعارضة بهدف المعارضة لا ينبغي أن تستمر طويلا،
ولكن ينبغي أن يكون هناك مفهوما جديدا للمعارضة الوطنية البناءة، معارضة تستطيع أن تطرح نفسها وتطرح سياسات وبدائل علمية ومختبرة يمكن أن تساعد الدولة المصرية على الخروج من أزمات قائمة أو متوقعة في المستقبل. ومن ثم الحوار الوطني آلية مهمة جدا لخلق هذه المساحات من أجل أن نتعرف أحدنا على الآخر، من أجل أن نخلق هذا الجو التشاركي في صياغة سياسات مصر المستقبلية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفنيا في كافة القطاعات. الدولة المصرية بحاجة إلى هذا الحوار من أجل إعادة إنتاج منظومة متكاملة لشكل مجتمع مزقته الصراعات وعدم القدرة على التعرف على الآخر. ربما كمان هو كان أحد الأسباب الرئيسية لخروج الانتخابات بهذا الشكل ووجود انتخابات رئاسية تعددية حقيقية ونسب مشاركة من المواطنين كبيرة. بالحديث عن نسب المشاركة للمواطنين ورأي الشارع المصري، هنتابع مع حضراتكم يعني تهنئة لبعض المواطنين للسيد الرئيس السيسي بتوليه ولاية جديدة. خلونا نتابع مع حضراتكم ونرجع مرة تانية للاستوديو. بنقول للرئيس ألف مبروك على الفترة الجديدة، ونتمنى إن يكون في حاجات أحسن من الموجودة، وإحنا كلنا شايفين اللي بيحصل من طفرة في الطرق، طفرة في المعمار، طفرة في كل حاجة. كل سنة وأنت طيب يا رئيس وألف مبروك. وربنا يا رب يوفقه إن شاء الله في حلف اليمين وتوفيه في عمرك وتعمل إنجازات وتعمل حاجات حلوة للشعب المصري، إنك أنت حاسس بالغلبان والفقير، وربنا يديم عليك الصحة والسعادة وما يحرمنا منك يا رب. أنا بقول للرئيس ألف مبروك على حلف اليمين والفترة الجديدة، هو عمل معنا كتير أوي، عمل معنا كويس يعني. ربنا يوفقه ويعينه على اللي هو جاي يعني، مبروك يا رئيس على حلف اليمين. أقول للسيد رئيس الجمهورية فتحي السيسي إن يحلف حلف اليمين إن يقبل من دولتنا، ربنا يوفقك في مشروعاتك التنمية اللي بيعملها في البلد، مشروعك كويسة جدا جدا وهتفيد البلد لسنين قدام. أنا بهني الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان حلف اليمين، هو عمل إنجازات كتير في الفترة اللي فاتت دي كده أهو، فإحنا معاه بقلوبنا يعني بصراحة. مبروك يا رئيس على الإنجازات اللي عملتها وإحنا معاك وفي ظهرك. طبعا إحنا في النهاردة يوم عيد، بالنسبة لتولية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنصب الرئاسة، طبعا إحنا النهاردة في يعتبر يوم عيد لينا، لأن دي بيدل على إن في دولة فيها أمان فيها استقرار. انا بقول للرئيس الاول كل سنه وانت طيب، وبمناسبه رمضان وبمناسبه عيد الفطر المبارك، وثانيا انا بهنيه الفتره القادمه باذن الله ومتعشمين فيه خير ان هو يخرج بالبلد بتاعتنا دي الى احسن حال. رئيس احلف اليمين واحنا وراك واحنا معاك واحنا في كل حاجه معاك. دي كانت بعض التهنئات من مواطنين طبعا للسيد الرئيس لتوليه رئاسة جديدة. خلوني أخد على الهاتف سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماية الوطن. صباح الخير يا فندم أو مساء الخير. أهلا مساء الخير أستاذة دينا وتحياتي لحضرتك ونصرة البرنامج وقناة ديمسي. أهلا بحضرتك، إزاي حضرتك تابعت المشهد كل اليوم؟ الأهل الرحيم، هو طبعا النهاردة يوم تاريخي للدولة المصرية وللدول العربية وأفريقيا ومعظم الدول الصراحة. الحقيقة بداية ولاية جديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين أمام مجلس النواب في العاصمة في المكان المتميز الصرح اللي كلنا يعني بنحتفظ بيه ونفخر بيه. بنتهز طبعا بخالص التهنئه لكل الشعب المصري اللي فعلا اختار بارادته الحره في انتخابات رئاسيه تعدديه رديئه جدا وغير مسبوقه على فكره، ان الشعب بنفسه هو اللي طلب اراد ان يقود سفينه الوطن لمده 6 سنين للبرلمان هو يكون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق فعلا عن جداره. في الحقيقه احنا بنتطلع مع اجزاء كبيره طبعا للسيد الرئيس ان الدوله توصل لمستوى التنمويه في كافه القطاعات، يعني هي من اشار السيد الرئيس ان ان شاء الله في خطه تنمويه لتعظيم الدخل القومي للدوله لتطوير عده مجالات، وكانت تركز في يعني محاور مهمه جدا وهي الصناعه. احنا
كنا منتظرين الصناعه هي فعلا انها تعمل تغير في الدخل القومي المصري، لان بدون الصناعه يعني الدوله فعلا هتكون متاخره. اضافه الى الزراعه ونظم معلومات والاتصالات والسياحه كلها بصراحه محاور الدوله المصريه محتاجه ليها للوصول اقتصاديا ان تكون دوله مركزيه زي ما سيادتك اشار انها يعني في مجال التبادل التجاري للعديد من السلع على مستوى العالم. لازم مصر تكون هب في الاستيراد والتصدير للدول المحيطه ونستغل المواد طبعا التمييزه اللي موجوده في مصر ومطلع مصر كبحر ابيض وبحر متوسط، وبرضه استخدام نهر النيل كشبيان مائي مهم جدا يربط دول افريقيه افريقيا. احنا بنتطلع لهذه الرؤيه الاستراتيجيه للسيد الرئيس ان شاء الله بالحكومه اللي هتكون معاونه لسيادته في هذا التنفيذ، وده طبعا مع افتتاح رسمي للعاصمه الاداريه الجديده اللي يعني حاجه مبهره جدا ان شاء الله يتحقق الحلم اللي بيخطط ليه السيد الرئيس منذ تواجده في السعوديه للوصول فعلا لجمهوريه جديده تتجسد فيها الجهود التنميه المستدامه اللي بيسعى عليها ودايما بيتكلم فيها عشان تتحقق العداله الاجتماعيه، عشان برضه يتم رفع كفاءه البنيه التحتيه بالكامل في الدوله المصريه وتحسين كافه الخدمات. عايز اضيف ان الحزب حماس الوطن طبعا من اوائل الاحزاب اللي اعلنت دعمها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنجدد العهد معاه مره اخرى باستمرار مسانده الدوله المصريه للوقوف خلف السيد الرئيس استكمال عملياتنا والتنميه الحقيقيه دي في مصر ان شاء الله. أنا بشكرك سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، شكرا جزيلا لحضرتك. وهنطلع مع حضراتكم لتقرير تاني لتهنئة بعض المواطنين للرئيس السيسي بالولاية الجديدة، نتابع مع حضراتكم. بنهني سيادة الرئيس بالفترة الجديدة، فترة الرئاسية الجديدة، وبنتمنى له التوفيق ويسدد خطاه طبعا في المرحلة اللي جاية، ونتمنى ان شاء الله تعالى تكون برضو احوال البلد باذن الله للاحسن والافضل في ظل الفترة الرئاسية بتاعته باذن الله تعالى. عاوز اقول للرئيس مبروك على الفترة الجديدة، واحنا في ظهرك واحنا معاك وربنا يحميك ويحافظ عليك. الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنبعت له تحياتنا من اسوان، من جنوب الصعيد، من اسوان، لان انت خليتنا اسوان جنة تاني، خليتها عاصمة افريقيا، خليت اللي ما كانش يحب حد اسوان دلوقتي الناس كلها تتمنى النتيجة اسوان. فتحياتي من كل سيدات اسوان للرئيس لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. احسن رئيس حكم مصر حتى الان، يعني دي حقيقة ان هو الراجل عامل انجازات كويسه جدا. كلنا بنبيعه، كنا في ازمه والحمد لله، بس اهم حاجه الامان وامنه والحمد لله رب العالمين. انا اتمنى كل التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسي للمجهودات اللي عملها في سواء في البنيه التحتيه او في جميع المشروعات اللي عملها. بهني سياده الرئيس على الفتره الرئاسيه بتاعته الجديده ان شاء الله، وربنا معاه وكلنا معاه، وان شاء الله يحقق كل حاجه ان شاء الله حلوه في الفتره بتاعته الجديده دي. ان شاء الله فترة أحسن وأحسن، ويا رب يقويك علينا ومن تقدم إلى تقدم. ألف مبروك حلف اليمين، وربنا يقويك على شعب مصر. إحنا مستنظرين منك كتير، مستنظرين منك كتير يا رئيس. خلوني أرحب بالأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال على الهاتف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك تابعت المشهد النهارده ازاي، واهم الرسائل اللي تطرق ليها الرئيس في خطابه اليوم امام مقر مجلس النواب؟ بالتاكيد هو عرس ديمقراطي سياسي كبير جدا يشهده العالم كله، وهذا المشهد بيعبر عن حضاره وقوه مصر الدوليه والاقليميه. دي نمره واحد. نمره اثنين، يعني انا شايف ان هذا الخطاب طمأن عمال مصر بشكل كبير، خاصه الفئات الأقل دخلا اللي دايما بيتوجه ليها الرئيس بيد العون، اللي يعني مساندتهم بشكل كبير. ويمكن احنا شفنا في كلمة الرئيس ان الرئيس وعد ان خلال المرحلة القادمة ان مشروع التأمين الصحي الجديد يعني هيتم استكماله خلال المرحلة القادمة، يعني هيهتم ايضا بشبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات الدعم النقدي لتكافل وكرامة، وبرضه هيهتم بمشروع حياه كريمه. دول المعني بدول بالتاكيد هما
الفئات الأقل دخلا، وكمان طمأن يعني الشعب المصري خاصة العمال منهم بالوضع الجديد لاقتصاد مصر. يمكن يعني كلمته اللي قال فيها ان احنا هنبني اقتصاد مرن قوي يستطيع ان هو يتحمل الصدمات، وهذا الاقتصاد سيبنى على الزراعة والصناعة، وان هو وان هذا الاقتصاد هيوفر ملايين من فرص العمل، وهيزيد من مساحة الأراضي الزراعية. ويعني كل ده بالتأكيد بيطمئن العمال على مستقبل مصر وعلى يعني دخولهم وعلى فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وكل ما هو موجود خلال المرحلة دي إن شاء الله. أنا بشكرك أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال على المداخلة الهاتفية، شكرا جزيلا لحضرتك. وبنستأذن حضراتكم نطلع أيضا لتقرير تاني عن تهنئة المواطنين للرئيس السيسي بتوليه الولاية الجديدة لمدة 6 سنوات قادمة، نتابع مع حضرتك. بقول للرئيس كل سنة وانت طيب وألف مبروك وربنا يعينك ويقويك على اللي انت فيه. بهنيه كل سنة هو طيب وسعداء بالفترة الجديدة، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويكرمنا ويبقى هو طوق النجاة لينا في المستقبل وفي اللي جاي. وألف مبروك يا رئيس، والله يعينك ويقويك علينا. مبروك سيادة الرئيس وعلى حلف اليمين، وإحنا والله إحنا كشباب كنا عايزينه فعلا إن هو يمسك البلد، عشان هو فعلا بيبتكر حاجات حلوة وفعلا بيطور من البلد. بدايه بنقول له كل سنه وهو طيب، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون هو طوق النجاه لينا ويستمر. احنا بنقول مستمرين في دعمه، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه يا رب كده، والدوره الجايه يكون مصر احسن واحسن على ايدي ان شاء الله. انا اقول كل سنه وانت طيب وربنا يعينك على الشله الثقيله اللي في البلد. يعني اقول له طبعا مبروك للفتره الجديده وان شاء الله في تقدم وازدهار، وبنشكره طبعا على الانجازات اللي عملها في البلد في وقت قياسي جدا، يعني حاجة ما شفناهاش من 30 سنة فاتوا يعني. فربنا يكون في عونه وربنا يقويه واحنا معاه في ظهره على طول. يعني بتمنى للرئيس انه ربنا يوفقه وربنا يعمل له الخير، ودي مسؤولية عليه كبيرة وربنا يعونه عليها. بنحيي الرئيس وبنهنئه على الفترة الجديدة. الفترة اللي فاتت كانت نجاح جامد، وان شاء الله الايام اللي جاية تبقى احسن واحسن، وربنا يديله الصحة وطولة العمر، وإن شاء الله إحنا وراه وبنسنده وربنا موجود. خلونا نستقبل على الهاتف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. برحب بحضرتك يا فندم، وتعليقك على ما تطرق ليه الرئيس في خطابه اليوم والخطة المستقبلية الموضوعة لإدارة البلاد في 6 سنوات القادمة. والله أنا طبعاً مشرفت إن أنا حضرت اللقاء اليوم مع فخامة الرئيس، وسعدت بالخلط طريق اللي سيادة الرئيس رسمها النهارده ووضعها أمام الشعب كله، وهي مجموعة عناصر مهمة جداً يعني تطرق فيها التعامل الأول الموضوع غاية في الحكمية، وهو أمن مصر الخارجي، وإن ده خط أحمر واحفاظ في مسؤوليته كرئيس دولة أن يحافظ على أمن وسلامة الوطن، وأيضا يعني أن تكون هناك علاقات متوازنة مع الدول والمنظمات ويكون هناك توازن في العلاقات، وهي دي السياسة المصرية اللي الرئيس انتهكها منذ اللحظة الأولى اللي هو التوازن. أيضا في حدث وشيء ده أصدق في صدورنا، وهو استمرار الحوار الوطني وبمحاوره سواء المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي، وحرص فخامته على يعني تنفيذ التوصيات المرحله الاولى، وانه فعلا اصدر توجيهات للحكومه لتنفيذ ال 135 توصيه اللي صدرت على المحاور الاولى، وايضا التوصيات اللي صدرت على المحور الاقتصادي مؤخرا. وده استمرار الحوار الوطني ده رساله يعني اهتمام الرئيس بالأمور الخاصة بالحوار والنقاشات والاستماع إلى رأي المواطنين وتنفيذ وتلبية رغبتهم. أما تحدث أيضا الرئيس عن إصلاح مؤسسي، ده طبعا فيه إصلاح مؤسسي بيتم، طبعا الإصلاح المؤسسي ده يعني عن دولة مؤسسات، حرصه على أن تكون هناك يعني تنمية عمرانية من ضمن برضو خطاب اليوم، حرصه على استمرار في إصلاح ودعم الصناعة الزراعة السياحة، نعم. دعم الاقتصاد الوطني
ايضا استمرار مبادره حياه كريمه، وطبعا دي مبادره القرض اللي هو كان مستهدف فيها 58 مليون مواطن مصري. المرحله الاولى انتهت ويمكن شملت اكثر من 1600 قريه، 300 مليار تم انفاقها لدعم البنيه الاساسيه. استمرار مبادره حياه كريمه ده شيء جيد جدا. اهتمامه ايضا بمنظومه التعليم والصحه والتوسع في التأمين الصحي الشامل يغطي كل المصريين. فانا شايف ان خريطه الطريق متكامله ومتجانسه، وهي فعلا بتلبي رغبات وطموحات كل المواطنين. طبعا احنا سعداء جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس امناء الحوار الوطني. هنطلع مع حضراتكم لتقرير اخير لتهنئه المواطنين للسيد الرئيس بتولي الرئاسه الجديده، ونرجع تاني لحضراتكم. ألف مبروك يا ريس على حلف اليمين، ومتأكدين طبعا أن حضرتك على بر الأمان رايحين إن شاء الله بإذن الله. أنا بقول لسيادة الرئيس مبروك لفترة الرئاسة الجديدة وإحنا معاك. ألف مبروك يا ريس وعبال السنين الجديدة وتخلي مصر في أمان وسعادة. ألف مبروك يا ريس على حلف اليمين، ومتشكرين أبا قوي على اللي أنت عملته معنا. أشكر الرئيس على المجهود اللي هو عمله، وربنا يوفقه ويخليه لينا ويديهم يا رب معانا على طول. بحيي السيد عبد الفتاح السيسي وبنقول له في الايام المباركه دي ربنا يخليك باستمرار، انت نور وفخر لمصر. الف مبروك يا ريس وربنا يوفقك على خدمتك لينا ان شاء الله. ده عامل تطورات جامده جدا في البلد وربنا يخلونا يا رب. انا بقول للسيد الرئيس السيسي ربنا معاك ربنا يوفقك. احنا معاك وشاندينك وروحنا كلها معاك. من قلبي من قلبي. خلوني ارجع قبل ما نختم للاستاذ احمد ناجي امحه، منورنا في الاستوديو. لو حضرتك ليك تعليق اخير على المشهد بشكل عام. طبعا مصر دوله قويه، مصر دوله قويه بمؤسساتها بقياداتها برجالاتها باجهزتها. مصر قويه بفضل ربنا، مصر قويه بفضل شعبها. مصر الحمد لله ربنا ألهم شعبها الصواب في 2013 و2014، وألهمهم الصواب حتى هذه اللحظة في اختيار من يقود هذه المسيرة وفقا لرؤية. أنا متأكد أن احنا هنكمل المسيرة بمشروعات الضمان الاجتماعي الكتيرة المتوفرة. متأكد أن احنا هنكمل المسيرة بمجتمع مدني جديد بدعم رجال أعمال وطنيين للدولة المصرية. كل ثقة في هذا الوطن، كل ثقة في هذا الشعب، كل ثقة في هذا الرجل الذي ندعمه جميعا في ولايته، ونتعهد له بأن ننفذ ما ورد في العقد الاجتماعي. سنعمل وكلنا أمل في بكرة، لأن هو ده الطريق لتحقيق الحلم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ أحمد ناجي أمحى الكاتب الصحفي ورئيس تحرير السياسة الدولية نورتنا في الاستوديو.